عندي بعد كده من ضمن خدمات الانترنت سيرفرز، عندي موقع جوجل وموقع بينج، وعلشان ادخل دول من اشهر مواقع البحث اللي بعمل عليهم سيرش. عندي جوجل بدخل عليه بكتب في الموقع او في اليو ار ال www.google.com، وما باجي ادخل على موقع البينج www.bing.com. عندي من ضمن السيرفرز اللي بتقدمها خدمات الانترنت، عندي اول حاجه الميلينج ليست اللي هي القوائم البريديه، ان انا بينفع ان انا ابعت لمجموعه الرساله او مجموعه جروب انا عامله مع بعضه، ينفع ان انا ابعت لهم الرسائل مع بعضه في وقت واحد. تاني حاجه عندي الفايل ترانسفير بروتوكول، اللي هي لما بيكون عندي بريزنتيشن وعايز ابعته لحد من الاشخاص او الشخص عندي موجود عندي، ينفع اعمل له بريزنتيشن وابعته له عن طريق فايل ترانسفير بروتوكول. ثالث حاجه نيوز جروب سيرفرز، اللي هي بيكون عندي لما بيبقى في مجموعه وبنناقش زي موضوع معين زي الماس او الساينس، بس يكون موضوع محدد. بعد كده بيبقى عندي خدمه الشات سيرفرز، اللي هي ينفع ان احنا نكلم بعض ونشوف بعض بالصوت والصوره عن طريق التوك. بعد كده عندي السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر، ودول من المواقع اللي هي كلنا طبعا عندنا فيسبوك. بعد كده عندي الكترونيك تريد سيرفرز، اللي هي خدمه التجاره الالكترونيه، اللي هي كروميك لما انا بحتاج ان انا مثلا عمليه البيع والشراء باي اند سيل سينجس، ومن اشهر عندي المواقع الموجوده عندي على النت اللي هي موقع سوق دوت كوم. عندي بعد كده ايميل سيرفرز، اللي هي خدمه الايميل لو انا مثلا حبيت ابعت رساله لحد او مجموعه عندي، فينفع ان انا ابعت لهم الرساله فبتوصل بطريقه اسرع عن طريق المسج. بعد كده عندي ويب سيرفرز، اللي هي خدمه www عن طريق البراوزرز لما انا بحتاج ان انا بدخل عليها من خلال صفحات الانترنت، وبتتكتب بلغه اسمها لغه ال HTML.